أهلا بحضراتكم. فيروس كورونا عقاب للظالمين وعبرة للناجين وابتلاء للذين يموتون، هكذا قال الدكتور زغلول النجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، معتبرا أن ظهور هذا الوباء قد يشكل وسيلة تقارب بين الشعوب، لافتا إلى أن هذه الابتلاءات وسيلة لتذكير الناس بالله مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة. دعونا نناقش تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي عبر سكايب الدكتور زغلول النجار. دكتور زغلول، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. وبكم يا أخي الكريم، حياكم الله وبياكم. ودعني أبدأ مع حضرتك وأرجعك إلى تصريحات تفضلتم بذكرها ربما مع بداية أزمة كورونا، عندما قلتم بأنه ما يحدث هو درس للبشرية ألا تغتر بما أوتيت من علم، وتعتقد نعم. أنها دوما في حاجة إلى رحمة الله تعالى ورعايته. الآن وبعد مضي هذه الفترة على هذه الجائحة وهذا الوباء، هل تعتقدون بأن البشرية قد استوعبت هذا الدرس بالفعل؟ أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. وبعد للأسف الشديد البشرية لا تتعلم من أخطائها، وكنت أتمنى لو أن الناس اعتبروا بهذه الجائحة وهي صورة من صور العقاب الإلهي الذي يجريه ربنا تبارك وتعالى، كما تفضلتم، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. يعني إذا لم يعتبر الإنسان من كل حدث يحدث له في حياته لن يتعلم أبدا يعني. وهذا الموضوع الحقيقة لابد أن يأخذه الناس بشيء من يعني العبرة، لأنه لا يجوز أن يمر مرور الكرام. فهذا فكرة الكورونا ليست فكرة جديدة، هي فكرة قديمة ابتدأت في القرن 19 الميلادي، حينما نادى اقتصادي بريطاني اسمه توماس روبرت مالتوس، نادى بضرورة يعني انقاص عدد سكان الأرض، وقال أنه لا يجوز أن نتجاوز سكان الأرض نصف البليون، يعني 500 مليون نسمة. ومبررته لذلك أن النمو السكاني لا يواكبه نمو اقتصادي مساوي، يقول أن السكان يتضاعفون مرة كل 25 سنة والنمو الاقتصادي لا يستطيع أن يساير هذا التسارع. لذلك بدأ يعني أصحاب رؤوس الأموال والأسر الثرية روتشيلد وروكفيلر وبيل جيتس وأمثالهم يفكرون في ضرورة إنقاص عدد سكان الأرض إلى النصف البليون، 500 مليون فقط. فنحن الآن قرابة 8 بليون، يريدون أن يقضوا على 7.5 مليون إنسان حتى يصلوا إلى الرقم المثالي الذي ينشدونه. هذا أيضا ربما يرجعنا إلى ما قاله بيل جيتس منذ سنوات، نعم. عندما حذر من فكرة أنه فيروس صغير قد يؤدي إلى مقتل الملايين. نعم، وهم يعني يعدون للحرب البيولوجية، يعني فيروس لا يرى بالعين المجردة يمكن أن يقضي على ملايين البشر. وثابت أن كورونا ليس أمرا طبيعيا، هو أمر مصنع، يعني عبثوا في شفرته الوراثية بحيث أن يكون له خطورة شديدة من أجل قضاء على قطاع كبير من أهل الأرض. والأدلة على ذلك كثيرة، يعني عندي أدلة كثيرة على هذا الموضوع، منها يعني ما نشر في السنوات القليلة الماضية في هذا الموضوع من أجل ضرورة إنقاص سكان عدد سكان الأرض، معاناة الغرب من مرتبات ومعاشات كبار السن، تناقص عدد الشباب في العالم الغربي بصفة عامة، يعني هناك نصب تذكاري في مدينة ألبرت في ولاية جورجيا الأمريكية
أقيم سنة 1980، وهذا نصب يزيد ارتفاعه عن 6 أمتار ويزيد وزنه عن 125 طنا مصنوع من حجر الجرانيت. هذا نصب الذي لا يعرف له صانع، مكتوب عليه وصايا بثمانية لغات أحادية وقديمة تشير إلى مؤامرة تدبر في الخفاء، وذلك لأن من هذه الوصايا ما يثير الشكوك في نفس قارئها. ومن أخطر ما جاء في هذه الوصايا: احرصوا على إبقاء عدد البشر في حدود ما هو أقل من 500 مليون، وحدوا الجنس البشري على عقيدة واحدة وعلى لغة جديدة معاصرة، وجهوا التناسل بحكمة بالغة تحرص على تحسين النوع، اعملوا على شدة التحكم في كل عواطف وعقائد الناس. هذا موجود يعني، والمؤامرة ظاهرة وقائم عليها أدلة كثيرة عديدة. نعم. منها تفضل. لكن هذه النظرية البعض يقول بأنه إذا ما كانت كذلك فلماذا من اكتوى بنيرانها هم الغرب أنفسهم، وأن الدول الأوروبية والأمريكية وما إلى ذلك هي من شهدت الضحايا الأكثر في هذا الوباء، فكيف تكون مؤامرة ويدفع ثمنها مدبروها؟ ما هو يعني انقلب السحر على الساحر، يعني هم يعملون في الخفاء وما كانوا يتخيلون أبدا أن يعني العملية ستنقلب عليه. هم يعدون لفيروس يستخدمونه في دول محددة في وقت معين، فانقلب السحر على الساحر وخرج الأمر على الطبق. نعم.